صور كتير بتعدي علينا، منها المطفية اللي ألوانها بهتانة ومش باين من ملامحها حاجة، وفي صور مليانة تفاصيل بس الإضاءة حواليها ضعيفة، وصور يمكن جميلة بس بعدها عن العين مخليها مش باينة كويس. كل الصور دي صور مش واضحة، وإحنا دايما عاوزين الصورة أوضح. ممكن تقولي لنا زيت النيروم بيتكون ازاي؟ مش عارفه، بس اعتقد هو من 26 ماده. لا مش عارف، هو زيت النيروم تقريبا بتبقى عباره عن خلطه بتتعمل كده وتقريبا 26 ماده. سر الميرون او سر التثبيت هو سر من اسرار الكنيسه السبعه، ويتم بعد سر المعمودية. وكلمة ميرون لغويا هي كلمة يونانية ومعناها دهن مقدس أو طيب مقدس أو رائحة عطرة أو زيت مقدس، وهو بديل لوضع اليد لحلول الروح القدس على المعمدين، ويسمى أيضا بزيت البهجة. وهذه الكلمة تطلقها الكنائس الرسولية الشرقية والغربية منذ الميلاد الأول على سر المسحة المقدسة. ومعنى كلمة زيت الميرون روحيا، الزيت في الكتاب المقدس كثيرا ما يرمز للروح القدس، كما يتضح من مسحة الملوك والكهنة بالزيت المقدس. وسر الميرون أو سر التثبيت يتم بعد سر المعمودية برشم الشخص، أي مسح الشخص المعمد في جميع منافذ جسمه بزيت الميرون. ومجموع هذه الرشومات 36 رشمة بحسب طقس الكنيسة القبطية الكاثوليكية. ونشوف مع بعض طريقة عمل زيت الميرون. بيذكر نيافة المطران الأنبا كيرلس ويليام، مطران أبراشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، شرح ما هو زيت الميرون المقدس وأهميته. فقال نيافة المطران إنه الزيت المستخرج من زيت الزيتون مع إضافة مواد عطرية نباتية تتكون تقريبا من 26 صنفا. وصناعة الميرون بتتم على مرحلتين. المرحلة الأولى وهي الإعداد من 26 مادة نباتية يستخلص منها العطر، ثم نضعها في زيت الزيتون مع التقليب، والذي يحتاج لمدة 10 ساعات. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التقديس، والتي تتم بمجموعة من القراءات والصلوات خلال قداس يسمى بقداس تقديس الميرون المقدس. وبنشوف ما كمان استخدامات زيت الميرون هي: استخدمت الكنيسة الكاثوليكية المقدسة زيت الميرون في أسرار التثبيت، سر الكهنوت، تدشين الكنائس، والأواني المقدسة. ولو بدأنا نسأل بعضنا سؤال، مين الذي يقوم بأعداد زيت الميرون؟ بيقول القانون الكنائس الشرقية في هذا الصدد، القانون رقم 693، الميرون المقدس المكون من زيت الزيتون أو زيت نباتات أخرى وأطياب لا يعده إلا الأسقف، مع عدم الإخلال بالشرع الخاص الذي به يحفظ هذا السلطان للبطرك. شكرا لكم، وكل سنة وانتم طيبين.